يبعدوننا عن كل اللي واقفين، تطلع فصيلة دم منا الوحيدة هي اللي تنفع تديلك يا ابن المحظوظة. المصيبة لا تكون الأنبوبة دي رايح جاي والبس نقطة زفرة من دمك المليان بلاوي. أنا بكده اطمنت على روحي عشان خدت من دمك سر الخلطة يا فندينا. خلطة؟ خلطتك إنك لزقت فيا ولبست الطلقة بدالي يا خفيف. أفندينا خرج يا رجالة! منك مرضتش تسجد معانا لربنا يا واطي. يعني كانت سجدت منتخب مصر يا خي. يعني يفلت منكم في السجن وبره كمان العيار ما يسيبش والطلعه تحود؟ الله، ده انا بعلي فيكم سنين عشان اليوم ده، مش عشان تقفوا قصادي وشكوا في الارض وقفى كل واحد فيكم يعمر فرن عيش بحاله. ما يا معلم هو اللي اخرس يا ياد اخرس. انت فاكرك راجل بيت ثابته وعين صار؟ طلعت مرة بيد طرية وعين زيغة، اتفوكس عليك راجل. ما هو العيل من دول لما رصاصته تخيب ما يستاهلش يعيش ثانية واحدة يا حد. انت يا ابني على طول متسرع كده، ما ينفعش تضرب على رجالتك، ما ينفعش. تعال تعال قدام، امشي امشي. ودم الشهيد ما يطلع عليه شمس تانية يا حاج. اه خليك انت بعيد يا ابني، سيبهولنا احنا يا كبير وهتشوف. نبي تتلهوا اتلهوا يا اخويا، ده كان في ايديكوا، ساكن على شجره في عز الدهر. ما عرفتوش تصطادوه، دلوقتي حجبوه بعد ما رجع عيش واتكن بجحره. ده سمك ونطف في الميه وقفشته ما بقتش سهلة. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا حاج؟ هي عشان خيبت مرة نقوم نسيبه؟ يا ابني يا ابني يا ابن المعروف، قلت لك 100 مرة خليك انت بعيد عن كل ده. ما ينفعش يا حاج ابقى بعيد، ده لما اخويا وفرقت العمر كله. وانا المعلم وكلمتي على الرقبة الكل. وانا بقى ماليش عيش في الدنيا دي طول ما هو مقطع فيها كده. وحياه امه ليكون مصفي دمه نقطة نقطة ودم خلب وسلة، عشان يعرف مين براء النوح، يعرف مين انا عباد الروح. استنى، خد 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 براء. ولا براء انت، انا وانت هتقف تتفرج عليا ورايا اخويا اللي كاني وباص الدنيا ورايا بسرعه. عفو. اجري عفوا، دي خلف عار. عبد الله سلامه خميس. الله يسلمك، الله يسلمك. فكرني؟ حد ينسى وش أول واحد لبسه شبكة في إيده ساعة البيع؟ بس يعني الشعر أبيضه والترعية غيرت وشك شوية. الحمد لله المرة دي كانت سليمة. أنت جاي تطمن عليا ولا إيه يا باشا؟ وليه ما تقولش إن أنا جاي أحميك؟ الرصاصة انضربت خلاص. أكيد أنت عارف مين اللي ضربها. وافرض. بص يا خميس، أنت لسه خارج طازة، وقبل ما تشم أول نفس ليك كانت مستنياك أول رصاصة.
وبيني وبينك بقى ما احناش عارفين ايه اللي مستنيك تاني. بص يا خميس، انا مش عاوزك تساعدني، عاوزك تساعد نفسك. لابس توب جديد مش مقاسك يا باشا، مع انك قديم وحافظ قانون اللعبة صم. افهم من كده انك مش هتقول حاجة. انا دخلت السجن ظلم بس عشان واحد خان عهدي، واللي تاج الظلم ما طفحوش لغيره يا سعادة البيه، وموتة بكرامة أشرف بكثير من عيشة رخيصة. نقول سلام ولا لسه في كلام؟ عيني عليك يا بدران يا أخويا، محتاج الراحة والهدوء. بص يا خميس، الوقت بقى غير الوقت، والدنيا بقت غير الدنيا اللي انت سبتها، وبتوع الموت بكرامة اللي زيك خلصوا، وحبايبنا اللي عايشين برخيص مفيش أكتر منهم. يتوب علينا ربنا. عايز حاجة يا بدران يا أخويا؟ قول لي يا خميس، وناوي على ايه بقى ان شاء الله؟ وانا ورايا غيره على المزاج طبعا. اقسم بالله العلي العظيم يا خميس، لو وقعت في ايدي تاني ما هتفلت من حبل المشنعة حتى ولو بالطبل البلدي. ايه يا بيد، ايه يا بيد، دماغك راحت لفين؟ انا اقصد المعسل، هو المعسل دلوك ما بيوصل لحد المشنقة؟ ده المزاج الخير. بقول لك يا خميس، انت عارف كويس قوي ان انا ممكن البسك قضيه وارجعك السجن تاني، وبحاجه تافهه قوي، شويه السلاح اللي بره دول اللي من غير ترخيص. انت بقيت تقيل قوي يا بيه بعد التربيه. مش بقول لك لابس توب مش مقاسك، دي حاجه تفوت خميس افندينا برضه. السلاح كله مرخص يا بيه للدفاع. مواويد بايد يا سعاده البيه في الايام الصعبه دي. اقعد نضيفوك. الخال رجع والحسن رجع للبيت من تاني. بالحضن يا غالي، بل ريقي ورد فيا الروح. طبطبي يما، طبطبي يا حبيبي يا ابني. ما فاضي تراب الظلم من على كتفي. ما حسيتش اني كنت مسجون الا دلوقتي، ولا سمعت صوت الرصاصه الا هنا. الحمد لله ان ربنا نجاك. انا قلبي اتخلع لما سمعت الخبر، بس برضه ربك حنين ورحمته سابقه قضاه. ما تصدونا بقى من الكلام اللي ملوش عازه ده، الله خلونا في الفرح اللي العيد يا اخواننا. ها يا حبيبي. للاسف يا فندم مفيش فايده، الدنيا بقت مشبكه بتعطيها قوي وكانها لازقه في غيرها. ما تعرفش يا فندم بتطلع منهم بجمله واحده مفيده، كلامهم كله كانه شريطه بيتكرر على لسان الكل. التجار اللي من عينة خميس والنوح وغيرهم حاطين نفسهم في دايره مقفوله، محدش يعرف مفاتيحها غيرهم. كانه دستور يا فندم وكلهم متفقين على بنوده، وايا كان الخلاف بين اي فرد او اي حد في المجموعه دي محدش بيعرف يخرج عن القانون ده. دستور ساري بين الكل. مهما اختلفت اشكالهم ولا ميولهم كلهم واحد. وده يا فندم اللي بيخلي وقوعهم مش سهل خالص. لكن مش مستحيل. وعلشان كده احنا هنا، والكراسي اللي احنا قاعدين عليها دي شرف لازم نستحقه ونكون قد مسؤوليته. ومهما كان خميس او غيره من التجار فاكرين نفسهم اذكياء او حتى اقوياء، مهمتنا ان احنا نرميهم تحت رجل القانون، وساعتها بقى ميزان العداله يتحقق. ان شاء الله يا رب يا فندم. معقول نسيكي يا فاطمة؟ نسي ضفايرك اللي كان بيعكسك بيها، ولا شنطة مدرستك اللي كان غاوي يجيبها لك؟ ولما أسأله ليه يقولي عشان تفتكريني وانتي حضنها.
أنا كبرت يا خميس وتربيت على حواديت بسمعها عنك. يا خوفي لا تكون نسيتني ويا كل اللي اتنسى يا رب. كتبتش شربية ما قالت إن ليلتنا بيضة. ومن مميزات الليالي البيضاء إنها مش محتاجة كلام، ليها لغة خاصة بيها، لغة عالمية. قربي خديها. محتاج وقت عشان الرحيم. ما تخافش يا معلم، أنا مش عفريت، أنا مطرة. مطرة؟ وإيه اللي معاك في الضلمة كده يا مطرة؟ مستنياك يا معلم. وجوزك لسه بره؟ لا، طارو هو اللي لسه بره ومرجعش لغاية دلوقتي يا معلم. أنا بكلمك على جوزك براء. وأنا بكلمك عن جوزي غريب. بقولك يا مطرة، اليوم كان طويل وكله بلاوي، ودماغي فيه اللي مكفيه، يعني مش ناقص زن. هو مش النهاردة برضو كان يوم خروج اللي قتل غريب؟ صح كده ولا أنا غلطانة؟ أنا عملت اللي عليا، هو اللي لسه ليه عمر. عملت إيه يا معلم؟ بعت له عيل خيبان يطخوا عيار في الزحمة؟ وياريته نفع وجاي اخر الليل تنام ولا كأن ابنك راح منك. كنت عاوز انا اعمل ايه يا اختي؟ ابعت له ابني التاني واقلبها مجزره عشان اخسره هو كمان؟ ما انت بعت اخوه قبليه. انت بتقولي ايه يا مطره؟ اسمع يا معلم، انا دخلت بيتكم بالمعروف وهخرج منه برضه بالتراضي والمعروف، وكده احسن للكل. الظاهر ان طيبتي وحنيه قلبي خلوا عقلك يفوت عشان لسانك يهرفض بكلام زي ده. يا معلم، انا وبراء عمرنا ما كنا متجوزين. لا هو قادر ينسى ان انا مرات اخوه، ولا انا قادر احب فيه اللي حبيته في اخوه. ازاي بس هنعيش مع بعض؟ زي كل الناس يا اختي ما عايشه. لا انت ولا هو اول ناس يعملوا كده، وده اخر كلام عني. يعني مش عاوز اسمع كلمة زيادة. فاهمة يا مطرة؟ فاهمة؟ اسمع على خير يا مرات ابني. لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالمين فاغفر لي. لا إله إلا الله والحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ادخل يا أبو سنة. أنت لسه صاحي يا حاجة؟ اقفل الباب وراك وتعال. غريبة، أول مرة يعني تعدي معاد نومك. مستنية أصلي العشاء، ما جاليش نوم.
مش بيقولوا العيار اللي ما يصيبش يدوش؟ يجيلي نوم ازاي بقى وصوت العيار اللي استقبل ابني قبل مني لسه بيرن في وداني؟ ومين قالك ان احنا هنعديها يا حاج؟ ايوه، والرد لازم يكون فوري، واي قسط هيشجع الكلاب دول يعوا وينهشوا في لحم سيادهم. خميس لسه خارج من السجن يا حاجه، مش عايز اورطه في مشاكل وحواديت. سيبوا خميس على جنب، خليه يشم نفسه شويه. ماشي، حاضر، امرك يا حاجه. بقول ايه يا ابو سنه؟ نعم. احنا عايزين نخفف شويه البيع بالقطاعي، له وقته وله من قيمه خميس. ماشي يا حاجه، والله انا كنت بقول كده برضو. احنا نعمل حسابنا ان احنا نجمع له القرشين اللي خلوه يقف على حيله في السوق، واذا عجزت معانا ناسنا واهالينا اللي في الصعيد مش هيسيبونا. عين العقل. ومن بكره ان شاء الله نخف بيع القطاعي. ماشي يا حاجه، امرك. هسيبك بقى عشان نصلي العشاء. ادعي لنا يا حاجه. ربنا ينجح مقاصدكم يا رب. هاتها جمايل واعدل المايل يا كريم. بالاذن يا حاجه. مع السلامه يا اخويا. ربنا ينصرك يا خميس يا ابني، وما يفرحش فيك عدوي. الله العظيم. ايه يا مطني؟ الزوزي فين؟ ماني منكلمه على المحمول بتاعه ما بيردش. اشوفولي فاني ده. وقول للرجاله تجهز عشان في قاعده بكره. يلا اغفل. يا كرامه مالك؟ خميس؟ ايه ماله؟ لا مش فاهم انت بتقول ايه. بتقول لجنابك يا دوب عينها غفلت قامت ما لقيتوش جنبها. ما قالش هو راح فين؟ لا اله الا الله، هيكون راح فين الساعه دي؟ بدران. مير مير مين؟ الرصاصة جت في كتفك ولا في دماغك؟ نور النور يمكن يعرفنا. نور النور يمكن يعرفنا. حاضر. يا عيني يا بدران، لا اله الا الله. افردينا. ايوه يا اخي، انا في حلم ولا في غيبوبه؟ غيبوبه ايه؟ ما انت زي القرد اهو، يعني انت هتتصلبط؟ انا مش مصدق نفسي. الصبح تديني دمك وبالليل تديني حبك، قصدي يعني تيجي تزورني. هو ماله؟ مجروح يا ولدها. يا ده انا مش جاي ازورك. امال ايه؟ حسيت ان في رصاصه تانيه، قلت تاخدها من قصيرها وتخليها هنا في المستشفى. يا ما تثبت يا ابني، البتاع اللي عمال يطلع وينزل ده، اثبت يارا. انا جاي سهرك سهره ترجعك 10 سنين ورا. 10 ايه؟ قول 20 بصلاحيتك دي. صح. حاسب صح. حاسب عشان الجرح بالراحه. انا اللي حاسب؟ ما سهرت ايه؟ ما انت شايف معلقين لي جلوكوز، وكل شويه يمروا علي الدكتور، واي مجهود في خطر على الدكتور على الجرح. بالاماره حتى ادوني البتاعة دي. ومين قال لك انك هتعمل مجهود؟ امال حصل ازاي؟ هذا انا هعيشك ليله من ليالي افندينا. مش فاهم. وانا ما احسش اني خرجت الا لما اروح اشوفها بعينيا. هي مين؟ رمانه يا بدران، رمانه. لبسوه وهاتوه بدواب جرحه بجلوكوزه. يلا يتوب علينا ربنا. بسم الله الله الله. اخرس هتودينا في داهيه. اللقاء التالي نعيش ونستحمل على انغام الفرقه الاساسيه مع نجم الاغنيه الشعبيه اللي ضرب حجرين على الشيشه مع كوبايه ميه، النجم الفنان هوبه. ومعكم وليس معنا نجمه المحل الاولى رمانه الميزان اللي ما بتكدبش ابدا، الراقصه اللهلوبه اللي ما يهمهاش السياحه المضروبه، الفنانه رمانه. ريفيو.
اجري يا رمّا يا عسل بشمعه في بطرامه موصوبه للق وللقى يا شوكولاته يا محشيه من يا مكهربانا من جسل بلبل ما فيش ولا ايد طايله بردك يا تلا وسخن أبرم برم دي بكلف داك استنى البلد اليوستفندي استنى البلد اليوستفندي ولا ولا حدوبة شاية عروبك ولا هاكويا جوال ملعوبة انت خلاص هادي كل في قلبي هادي كل في عقلي هادي كل في قلبي هادي كل في عقلي نعم عسلية ومخلية جات بصيتها فيك أو فيا ازاي تسيبه يروح لوحده؟ اهو اللي حصل يا كبير. ولا انا مش قايل لك كتفك بكتفه تقوم تسيبه يروح في ليله زي دي وهو ناوي على ليله زي اللي قالها؟ حاولت يا كبير هب في وشه وهزقني قصاد الرجاله وانت عارف معاليك طبعه الحامي. ما يهزقك ولا يمرمط بكرامه اهلك الارض حتى. هيجرى لك ايه يا اخويا؟ هتنقص رجل ولا هيتشل لك دراع؟ تب وتغطس وتشوف راح فين؟ ما انت يا كبير عارف المعلم براءة ده زي الزيبة. تليفونه مقفول كمان. ولا تقب وتغطس وتجيبولي ان شاء الله من تحت سبع ارض فاهم؟ انا هستناكوا في الاستراحة متأخرش عليا غور من وشي غور. حصل يا كبير. كمان ناقص زروات عيالي. افندينا افندينا واسع
وصل افندينا وصل خميس باشا افندينا افندينا تحيه لمصر وابطال مصر ورجاله مصر رجاله مصر رجاله مصر خميس باشا افندينا والعظيمه مصر افندينا ده الكابتن ابراهيم سعيد بتاع الاهلي هو افندينا ما شاء الله افندينا واتعملت له دخله ملوكي وترست على الترابيزه اللي على البست زي ما انت شايف يا برنس لحقت السنين تمر بسرعه تلاقي خرج حسن سير وسلوك لك الدنيا كلها بتجري غيرش انت بس اللي قاعد خلاص يا شلب انت هتعمل لي فيها توك شو كفايه الخبر الاسود اللي انت جايبهولي ومعدتي اللي مش مستحمله اي توك شو سلامتك يا برنس قول لي محسوبك ما انا خلصت نمرتها اه ولبست وماشي الحق خرجها من الباب الورقي ولما تسال قول لها في زباين سخيفه نفسها تفرط حب